جزيلا. أولا كنشكركم السيدات والسادة الحضور الكريم على هذا الحضور ديالكم القوي اليوم في هذا الاجتماع. أشكر المكتب السياسي والسيد السادة الوزراء والسيد رئيس البرلمان والسادة رؤساء الفرق ديال البرلمان على الحضور القوي اليوم معنا 14 عضو وعضوة من المكتب السياسي اللي حاضر في هذا الاجتماع الختامي. هذا كيبرهن على الاهتمام الكبير لهذه المنطقة ولهذه الجهة. أولا هذه الجهة كتعرفوا بأنه جهة يعني عندها مكانة كبيرة داخل المملكة، عندها مكانة كبيرة عند صاحب جلالة الله ينصره، الكل يحبها، وحنا جد فرحين أنه اليوم نختتموا يعني هذه الاجتماعات. من بعد كان عندنا اجتماع اليوم هذا الصباح مع المستشارين، نختتموا هذه الاجتماعات الجهوية كلها هنا في مدينة الداخلة. البارح كنا في العيون وقلنا اليوم العيون عينية، واليوم احنا بلاتي واليوم احنا في الداخلة كنقولوا والواد وادي يا سيدي. ففرحة كبيرة تعمنا اليوم بهذا الحضور وهذا الحضور القوي. بغيت نقول بأنه هذه الجهة الحمد لله لها مشاريع جد كبيرة. أنتم شفتوا بأن الطريق اللي كتوجد واللي جات في البرنامج ديال التنموي اللي جا به صاحب الجلالة 77 مليار للمناطق الجنوبية، واللي اليوم كتشوفوا النتائج ديالو اللي بدات كتوصل للمواطنين وكيلمسها المواطنين، وكتشوفوا الطريق بين العيون وبين الداخلة وحتى اللي وصلت للقرقرات، وكتشوفوا كذلك أنه من العيون حتى لتزنيت الأمور كيفاش كتحسن. إن شاء الله في هذه المنطقة غادي يكون واحد السياشي اللي غادي يبنيه القطاع الخاص لفونداسيون، واللي غادي يخرج الوجود إن شاء الله في أقرب الوقت باش يكون عندكم. لأن سمعت واحد السيدة الصباح مستشارة كتشكى شوية على المستشفى يعني الجهوي، فغادي يكون أكبر من مستشفى جهوي، وغادي يكون CHU اللي قرر سيدنا باش يعملوا في هذه المنطقة، وهذا مكسب للمنطقة. كذلك عندكم مشروع كبير ديال الفلاحة، 5000 هكتار ديال السقي بالماء ديال البحر اللي الأشغال فيها انطلقات، واللي ما نقولش لكم بأن غادي نوجدوها على 10 سنين، اللي غادي توجد في 2025 إن شاء الله السنة المقبلة. هاد المشاريع اللي هي مهمة، هاد المشاريع ديال الفلاحة غادي تحول المنطقة. أنا كنشوف سوس كيفاش كيشتغلوا في التصدير ديالهم، وأنا عارف بأن اليوم كاينه 1000 هكتار من اللي كتمشي منها يعني المنتوجات الفلاحيه لداخل المغرب وخارج المغرب، وعندها دور كبير. وعساك ان شاء الله اللي غادي نوصلوا ل 5000 هكتار زايده، اشنو هو المنتوج اللي غادي يكون ان شاء الله. وانا متيقن بانه المنتوج ديال الداخله غادي يكون منتوج ناجح وكبير، والمنتوج ديالنا الا درنا فيه اللي هو منتوج مغربي ولا كنت كنزيدوا فيها الكلمه ديال الداخله غادي يسوى الثمن في اوروبا، غادي يسوى الدوبل. لانه اش نقول لكم، لانه الكلمه ديال الداخله والاسم ديال الداخله راه عنده واحد التموقع اللي هو كبير عالمي، اللي جا من السياحه، اللي جا من الفلاحه، اللي جا من عاد واحد العدد ديال الجاذبيه ديال المنطقه ديالكم. اليوم استمعت
الإخوان الصباح مع المستشارين وعرفت بين كاين أولويات في الصيد البحري، كاين بعض الأولويات في الفلاحة، كاين الأولويات عند السيد رئيس البلدية، وبغى كل شيء بغى بأنه المدينة تكون في المستوى ديال الرقي اللي بغى صاحب الجلالة لهذه المنطقة، خاصها تكون مدينة جميلة ويكون فيها استثمار، وغادي نتعاونوا معاه إن شاء الله باش يوصل لهذا المبتغى، لأنه شاب طموح بغى الخير لهذه المنطقة، بغى الخير لبلاده، وله الشكر وغادي نكونوا بجانبه. كذلك كاين مشروع اللي كبير اللي جابوا سيدنا اللي هو وجا في هذا المخطط ديال النموذج يعني التنموي الجهوي اللي جابه ديال المناطق الجنوبية اللي جابه سيدنا الله ينصره، اللي هو المرصى ديال البور ديال الداخلة، 12 مليار ديال الدرهم تقريبا ديال الاستثمار، وهذا غادي يعطي واحد الانفتاح اللي هو كبير على جميع المناطق العالم، وغادي يعطي تموقع. فبكل صراحة يعني ما نقول لكم صبروا سنين وسنين، ما هادشي احنا داخلين في الانجازات، هذه 24 هو الطرق، 25 الفلاحة، يمكن عام ولا عامين من بعد هو البروجيد، يعني الامور غادي تشوفوها في هذا المدى القصير والجد المتوسط، الامور كتبدل في المنطقة ديالكم، وان شاء الله هذا الشيء نتمنى على الله ان يعود بالخير للناس ديال المنطقة، ويعود بالخير للشغل، لان كنعرفوا بان الشغل هو يعني شيء أساسي بالنسبة للأمهات وبالنسبة يعني العائلات اللي بغاو باش ولادهم والشباب ديالهم يشتغل، وحنا كنوجدوا في الإمكانيات باش يكون، وهذا ماشي فقط في الدخلة، هذا هو لو نوفو تشالنج ديالنا دابا في السنوات المقبلة، هو نباشروا الإشكالية ديال التشغيل ونباشروا الإشكالية ديال لومبلوا، لأنه خرجنا تكلمتوها خرجنا من الكوفيد، خرجنا من الأزمة الأولى، خرجنا من الأزمة الثانية والزنزال وقلت الماء وسميتو، ولكن الحمد لله صامدين وواقفين وغادي للأمام وما موقفينش، يعني كحكومة البرامج ديالنا بالعكس حنا زايدين في البرامج وغادي نرجع لكم البرامج. دونك منطقة اللي هي الحمد لله الخير وأمال وكل الخير إن شاء الله في يعني في التنمية كما بغى سيدنا نكون في هذه المنطقة، وحنا كحكومة كنوعدكم بأنه غادي كنوعدكم بالتنزيل الأمثل لجميع يعني الطموحات ديال سيدنا اللي بغاها يعني في هذه المنطقة. سيدنا جاب بهذه المبادرة الأطلسية، دابا غادي بلي تكون البور وتكون هذه الإمكانيات ديال المطارات كذلك اللي هي في واحد الحجم أضخم، ويكون كذلك هذا الطرق وهذه الإمكانيات، فيعني الحل يعني هي مبادرة في حقيقة فيها إبداع. هذه المناطق ديال الساحل كلها اللي هي مقبوطة وما عندهاش الإمكانيات باش توصل يعني الترانسبور ماريتيم وتوصل للتصدير وتوصل كذلك باش تجيب منتوجات اللي يمكن تحول غدا، اليوم بفضل هذه المبادرة الملكية إن شاء الله المناطق ديال الساحل غادي تطوروا، ولكن كذلك المناطق ديالكم غادي يستفدوا يعني من هذا التطور، وهذا شيء كبير، وحكومة تواكب هذا المشروع الكبير، وإن شاء الله نتمنى على الله أنه في هذا الوقت ديالنا على الأقل نبدأ يعني في بعض الإنجازات من هذا المشروع الكبير إن شاء الله. الحكومة عشان نقول لكم زعما الواجب ديالنا كان زعما إلى شي حاجة اللي ما قدرناش عليها ما قدرناش عليها، ولكن هانتوا ما شفتوا، جينا لقينا الجفاف ماشي عام، أربع سنين هذه ديال الجفاف تقريبا، لهذا حتى البراجات يعني في السدود ما بقاش الماء، وكاين إشكالية في يعني كان خصنا نوجدوا لي زين يعني محطة ديال تحليات المياه، ما كاينين شيء. دونك حنا كان الآن كنشوفوا إن شاء الله في هذه السنة والسنة المقبلة غادي يبداو يبنوا الحلول اللي يمكن على الأقل تضمننا في المناطق اللي هي صعيبة هذه الإمكانيات باش يكون الماء للشرب وكذلك يكون الماء للفلاحة. بيان سور الماء اللي غير اللي غلط، الماء إلا بغيتوا نصيبوا غير الماء ونديروا البراجات
غير الماء الصالح الشرب. نقول لكم واحد القضيه، مطيشة ما عندكم منين نجيبوها، حتى الا بغينا نشريوها في العالم ما نلقاوهاش، ما كاينش منين نجيبها. ما وهذوك الناس ديال اوروبا، الا شي واحد شك على مطيشة ولا هذا، الا نخليوها عندنا نخليوها عندنا، ولكن ما يلقاوهاش حتى هما. زعما هي واحد لاغاختي بالنسبه لغوسورس وبالنسبه لهذا، هذا يعني واقع اللي خصنا نعيشوا فيه. والحمد لله ان بلادنا كان عندها مخطط، وبانه في هذا المخطط كان الاقتصاد ديال الماء من اهم المسائل، بحيث انه 2.5 مليار ديال المتر مكعب سنويا اللي اقتصدنا بالفضل ديال الكوتاكوت، واللي خلانا انه بهذاك الاقتصاد ديال 2.5 مليار فين اون فينونسي، يعني درنا التمويل ديال الماء اللي جاي في المشاريع الاخرى ديال لي زيكستونسيون ديال 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 الفلاحه ديالنا. دونك حنا قلنا عملنا، جينا في ظروف صعبه شرحتها لكم، ولكن ما وقفناش البرامج ديالنا، بقينا في الاستثمارات الكبرى ديال الدوله، ما نقصناش، زدنا هذا العام، ما عنديش لو شيفر، مي على الاقل زدنا واحد 8% ديال لا كواسونس ديال هذاك الشيء ديال لي ديبونس ديال الاستثمار. ثانيا جبنا برامج اللي هي مهمه. اليوم اكثر من 11 مليون ونص ديال الساكنه المغربيه كتستافد من لايمو ديال التضامن، يعني لاسيونس ديال التضامن اللي الدوله كتاخذها على حسابها بالنسبه للضعفاء، باش يمكن يمشيو يداووا في الكلينيك بريفي او لا عند الدوله او لا في السبيطار، وهذاك السبيطار بنفسه حتى هو تعملوا فيه استثمارات باش يكون في المستوى، باش يكون الاستقبال ديال المواطنين، وتعملوا يتعملوا في الاخير تقريبا 1400 مستوصف اللي هو غادي يكون بحل اللقاء الاول مع المواطن، يعني في المشاكل في المسائل ديال الطب اللي غادي تعودت لهم يعني الهيكله ديالهم. والان قلتها البارح تقريبا كاين بين 300 و400 مستوصف جديد تصايبوا بلي نوفل نوم قادين، هما كيفتحوا بهم كيفتحوهم يوم عن يوم باش يشتغلوا فيهم، وكيمشيو الاطباء باش يستقبلوا، لانه هذه ماشي الممرضين، كيكونوا فيها الاطباء باش يستقبلوا المواطنين. فهذا مجهود كبير اللي تعمل. دونك تكلمت على يمو التضامن، نتكلم كذلك على يعني الدعم الاجتماعي المباشر اللي بغاه سيدنا واللي وصل له المواطنين، وعطانا سيدنا لاجوندا ووقفنا في لاجوندا. حنا نهار اللي جينا للحكومة قلنا في ديسمبر 2022 غادي نديروا لايمو ديال التضامن. في ديسمبر 2022 غامض مشى بحالو وجا لايمو ديال التضامن وعطيناه الناس. قلنا بانه في 2023 في ديسمبر غادي نعطيو يعني الدعم المباشر. المليون الاول اللي كان تقيد خدا الدعم ديالو المباشر يعني في ديسمبر 23، والان حنا في ارقام اخرى وصلنا تقريبا 2.5 مليون ديال العائلات. انا كنتكلم هادو على العائلات، 2.5 مليون ديال العائلات اللي خداو بين 500 درهم 900 درهم ومام اكثر على حسب يعني لي كاتيجوري اللي كاينين. فهذا اش بغيت نقول لكم، بانه حكومه ملتزمه وبلي كتاخذ شي قرار وبلي كتاخذ شي يعني شي اتجاه كتوفي به، والتاريخ هو التاريخ، ما كنكثروش من الهضره، حنا ديال العمل، حنا ديال المعقول، حنا كنهبطوا للميدان. وهذا الشيء راه مساج دابا بلي كتشوف هذا الشيء ديال الدعم الاجتماعي باش يوصل 2.5 مليون ولا 3 مليون العائلات، هاي شحال الخدمه له باش تعرف بانه خصو يوصل لهذاك السيد اللي خصو يوصل، وترد بالك مع هذاك اللي ما يستاهلش واللي بغى يجي ياخذه. وهذا الشيء راه كاين، ولكن كي زعما كنعالجوه وغادي نعالجوه اكثر ان شاء الله في المستقبل. فلهذا يعني من بعد جبنا برنامج اللي كذلك ديال سيدنا الله ينصره اللي قدمناه، اللي هو السكن. يعني في بلادنا كنعطيو 10 مليون ديال السنتيم
للمواطن باش يشري الدار اللي يمكن توصل حتى ل 30 مليون ديال السنتيم، واللي هي اول دار ديالو. وهذيك الطبقه والمطبقه المتوسطه اللي يمكن تمشي حتى ل 70 عطيناها حتى هي دعم اللي ما كان شيء قبل. فهذا والناس كاين حماس والناس كيتقيدوا في يعني في هذه البرامج الاجتماعيه. اذا هاد لفيت كل الناس كتقيد وكاين متابعه، والحمد لله انتم شفتوا من دابا شهرين، هذه شهرين وحنا بدينا، بان الامور زعما واضحه بالنسبه، ما كاينش اللي كيتشكى بالنسبه للمواطنين ولا هذا، ومستعملين الديجيتال يعني في هذه العلاقه مع المواطنين. فهذه كلها امور اللي يمكن الشباب كيفهمها يعني اكثر وكيفهم المغزى ديالها، وهذا شيء جد ايجابي بانه البرامج ديالنا كتنزل للميدان وحنا واقفين على هذا. ما جيناش نتكلموا، ما جيناش نكتوا من الهضره، جينا باش نهبطوا برامج اللي بغى سيدنا، وجينا باش نطبقوا الدوله الاجتماعيه بامتياز كما بغاها سيدنا الله ينصر. هذه عرفتوا بانه بدينا مسار الثقه، مسار الثقه قلنا خاصنا نقولوا فين شكون حنا، اش بغينا، كيفاش كنخمو كحزب، جاوبنا. من بعد قلنا كاين واحد العدد ديال المدن يعني الصغرى والمتوسطه ومنهم الداخله، وقلنا غادي نديروا واحد المسار ديال المدن ونديروا واحد البرنامج، ودنا هذا البرنامج. من بعد بلي ولاو عندنا 10,000 ديال المستشارين في المغرب، وكل واحد والاشكاليات ديالو والامكانيات ما كايناش، قلنا ما يمكنش نخليو هاد المستشارين بوحدهم مع السكينه، وإلا جمعتي معاهم ديال الاغلبيه لانه سي لي ميم بروبليم، وحنا عندنا اكثر من 20,000 الى جمعتي، ولا 22,000 مع الاغلبيه، ما يمكنش نخليهم بوحدهم مع المواطنين. لابد ما نجيو نستمعوا ونفهموا. واليوم في الصباح يعني كلي نقول لكم بانه اجتماع جد مهم، لانه في ظرف ساعه المكنه يمكن فهمت واحد العدد ديال الحوايج اللي يمكن نجلس شهر في البيرو ديالي في الرباط وما نفهمهاش، ما توصلنيش، ولكن فهمت بعض المسائل. وداك الشيء علاش استمعنا وعملنا ان تورني من الجهات، بدينا عند السي الطالبي في طنجة فبراير اللي فات، والان فبراير اليوم سنه من بعد كنكملوا الدورات ديالنا داخل جميع الجهات. نحن حزب اش كيدير؟ ينتج وينجز. نحن انا بغيت ما نقولها الفرنسي، نو سوم ان بارتي كي ديليفر. حنا حزب يعني ينتج وينجز. ف يعني هذا شد مهم، وانا فرحان انه اليوم نديو هذه الجوله الختاميه، وماشي فقط باش نديو جوله ونستمعوا. عندنا فوق هما يعني فوق كبار اللي جايين معنا، واللي كياخذوا توصيات ديالكم، واللي كيتكتبوا، ومن بعد ان شاء الله كما جيناكم مسار الثقه ومسار المدن، غادي نجيوكم بمسار التنميه باش نعطيو اشنو هو التوجهات ديال المستشارين ديال الحزب ديالنا في هذا الشيء ديال يعني لي كوليكتيفيتي لوكال ولا جيستيون والتسيير ديال الشان المحلي. هذا بالنسبه لي يعني تحول كبير داخل الحزب، وهذا الشيء غادي نوقفوا عليه ان شاء الله في المستقبل. بلادنا بلاد كبيره، منطقتكم منطقه عزيزه. نشكر السيد الرئيس على الاهتمام ديالو يعني بالجماعه ديال 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 الدخله، وفي الشق السياسي هو فعلا تكلمت مع السي المنسق الجهوي وقلت له واش انت هذاك الشيء اللي
هذاك الشيء اللي قال كله صحيح، بانه تكلمت معاه وقال لي انا غادي تشوف، غادي تشوف الخدمه، وفعلا شفت، وشفت النتائج ديالكم الانتخابات، وشفت التنظيمات، وشفتكم كيفاش كتشتغلوا. هنيئا لك، هنيئا لك بهذا الاجتماع، وان شاء الله ما هذه الا بدايه، ونتمنوا على الله انكم تمشيوا ابعد وابعد، لانكم فيكم الخير للمواطن. شكرا لكم. وما تنسوش تابوناو معنا في لاشين، وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.